ولكن متابعينا في كل مكان ومتابعين موقع بسماحة، أهلا بكم في بصمة بشر جديدة. معكم أنا محمد صادق محاضر صحفي. يعني لحظة خروج على جامعة مهمة عبد الهادي عقد أداء واجب العزاء. رجع جميل مهيب عبد الهادي عقب اداء واجب العزاء في يعني نجل رئيس الاهلي السابق محمود طاهر. نسال المولى عز وجل ان يتغمده واسع رحمته وان يرهم الاسره جميع مراحل السابق والسجوان. يعني احنا طبعا حاجه متواجدين مع حضراتكم خلال بسهم باشا الجديده، بنرصد حضراتكم ابرز الحاضرين خلال اللحظات الاولى. يعني كان متواجد نجم الاهلي وابن الاهلي فتحي مبروك والاعلامي مهيب عبد الهادي وايضا اللاعب سعد سمير. يعني هنا لحظة خروج كابتن فتحي مبروك. يعني لحظة خروج كابتن فتحي مبروك والإعلامي المعروف مهيب عبد الهادي وطبعا كابتن سعد سميري كان متواجد خلال اللحظات الأولى من العزاء. يعني كل هذه الأجواء بنرصدها لحضراتكم الآن من أمام قاعة السلام مسجد المشير طنطاوي. كان بعد صراع طويل مع المرض رحل عن دنيانا الشاب حسن نجل طبعا كابتن محمود طاهر. بقال يعني ربنا يرحمه ربي يرجع مواه الجنه. حابين يعني كلمه هنا للاسره في حضور كابتن عبد الناصر زيدان. اولا مهندس محمود طاهر حد من الناس الافاضل اللي لهم ايادي بيضاء على مجموعة كبيرة. أنا أعرف المهندس محمود طاهر من التسعينات مع الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه، وهو كان أقرب واحد للمايسترو صالح سليم في آخر أيامه ولازمه في مرضه في لندن طوال فترة وجوده. مهندس محمود طاهر من الناس الأفاضل وصاحب واجب، والمهندس حسن محمود طاهر كان حد من يعني طيبين الذكر ودايما يذكروا بكل خير. وطبعا المصيبة كبيرة جدا انك انت بتتكلم طبعا ان لله وانا اليه راجعون، شاب في العشرينات وإرادة الله طبعا لله ما اخذ وله ما اعطى وانا لله وانا اليه راجعون، ولكن الله يكون في عون المهندس محمود طاهر. يعني طيب الامر صعب وجلل جدا، ولكن في النهاية لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراق المهندس حسن محمود طاهر لمحزونون. يعني طيب كلمنا كده، هل كابتن عبد الناصر زيدان كان عنده خلفية بطبيعة المرض اللي كان بيعاني منه يعني الشاب حسن نجم محمود طاهر؟
حضرتك كان متواجد في المستشفيات يعني بصفة كبيرة قبل وفاته المنية. بس هو المهندس محمود طاهر من النوعيات المنغلقة على نفسها في بالنسبة للإعلام، فيعني نقابله على فترات وفي نفس الوقت أموره الخاصة وحياته الخاصة هو وأولاده، يعني حتى لو لدي معلومات وكنت بسأل واطمئن عليه ولكن ليست متاحة للإعلام، ولا نمتلك إلا أن نترحم عليه. خلاص ما عادش الكلام ينفع يعني. كلمة توجهها للأسرة كلهم النهارده؟ أنا عايز بس أقول إن أنا بدعي للمهندس حسن إن ربنا سبحانه وتعالى يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأقول للمهندس محمود طاهر صديق عزيز وله معي على المستوى الشخصي مواقف محترمة جدا وأيادي بيضاء محترمة جدا ودايما صاحب واجب ويظهر في كل الأزمات في حياة كل من يعرفهم. عايز أقول له للأسرة ربنا يصبركم، يعني الله يكون في عونه بجد، يعني الأمور صعبة. أنا متواصل مع المهندس محمود طاهر بصفة مستمرة، وحسن عندما تكون هناك لقاءات، ومش عايز أتعرض لأي حاجة خاصة بحياته الشخصية أو ظروفه يعني. فيعني إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني رغم إن كابتن محمود طاهر كان رئيس سابق للنادي الأهلي، لأننا شايفين لحظات أولى من العزاء غياب بعض نوعا ما برموز النادي الاهلي حتى في الجنازه. لا في ناس كتيره جت من الباب الخلفي، يعني هو كابتن سعد سمير وترك النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب جاي والدكتور محمد شوقي جاي وموجود في العزاء الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي وعدد كبير من رموز النادي الاهلي. هتلاقي دلوقتي الكل بيتواجد بعد صلاه العشاء، يمكن احنا جايين مبكرا، وانتم طبعا اصدقائي واعلاميين محترمين عارفين ان يعني العزاء دايما بيزدحم من بعد صلاه العشاء. فانا اتوقع وجود كل النجوم، لان احنا شفناهم في الجنازه، يعني شفنا الكابتن مصطفى يونس وشفنا الكابتن طاهر ابو زيد وشفنا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. المهندس محمود طاهر واحد من رموز النادي الاهلي ومن افضل من تولوا رئاسه النادي الاهلي على الاطلاق. على فكره الكابتن حسن حمدي جاء قبل المغرب، يعني العظيم الاسطوره كابتن حسن حمدي وكابتن فتحي مبروك. لا الكابتن حسن حمدي بالتحديد بصفته انه رمز مهم جدا، وكان الاخ المحترم تيمور حسن حمدي كان موجود بصحبته، والاخ المحترم سامح حمدي. يعني الكابتن حسن حمدي جاي ومعه اسرته وجايين من قبل المغرب. ستجد كل الناس، لان في الجنازة شفنا وليد سليمان وهو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شفنا الكابتن خالد بيبو، شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ، شفنا نجوم حاليين ونجوم سابقين في النادي الاهلي. لان المهندس محمود طاهر لا تربطه الا بالناس كل خير وكل احترام. ستجد الجميع حاليا ولا يتاخر عنه احد، لان هو ما بيتاخرش عن حد. طبعا بشكر حضرتك جدا. يعني كنت قايل ايه سبب غياب حضرتك في الجنازه يعني؟ لا انا كنت مسافر وعلى التو جيت من السفر، وكمان في ايام بيبقى في البرنامج اربع وخميس وجمعه يعني. طبعا كلمه من كابتن عبد الناصر زيدان والاعلامي الرياضي المعروف بشان يعني وفاه حسن الشاب حسن نجم كابتن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق. طبعا يعني هنكون متواجدين مع حضراتكم في غيبات متعدده في تغطيه حيه وكبيره. كان معكم انا محمد صقر، دمتم في امان الله.